دعنا نختم الجولة من صحيفة المواكب، ومنها نقرأ: ضخ كميات كبيرة من البنزين لحل أزمة الوقود بالخرطوم. دفعت وزارة الطاقة والتعدين أمس بكميات كبيرة من البنزين إلى مستودعات الشجرة والجيل لحل ضائقة الوقود بولاية الخرطوم. وأوضحت الوزارة في تعميم صحفي أن كمية البنزين 3,773,000 لتر بنزين. أستاذ طاهر، يعني هل نتوقع انفراج فعلي للأزمة بعد ضخ هذه الكمية؟ هذه الأزمة أخرجت أسوأ ما فينا. الوقود الموجود داخل المنازل بغرض البيع بالسوق الأسود أكثر من الوقود الذي يضخ. الآن لو طلعت عايزة بنزين، أي بتاع ركشة أي بتاع موتر يوفر لك بنزين. يعني أخرجت الجشع العجيب جدا جدا. خلينا نقول أخرجت فينا الفوضى. صف البنزين مع تجار الأزمة، يعني مع كل الاحترام لكل النساء، لكن أصبح النساء جزء من الأزمة، في أنه ده عربيتي ودي ما عربيتي وسايقة عربية أخوي. القوات النظامية نفسها أصبحت جزء من الأزمة. الضباط متقاعدين ويجوا يخربوا الصف ويدخلوا. حاجة سيئة كمان، الأحياء بيجوا يقولوا ده صف الحلة، ما بنقف مع الصف بتاع الناس العاديين. فالأزمة أخرجت أسوأ ما فينا. بتمنى أنه نتراجع. اقتصاد الوفرة سيجعل ليس هناك حوجة لسوق أسود. طيب، يعني هناك من يرى وجود جهات أخرى مستفيدة من زيادة الأزمة، وبسبب عدم الرقابة ستظل المشكلة قائمة. طيب، السودان سعر الوقود فيه منخفض، يعني ثالث دولة على مستوى العالم في الانخفاض. التهريب اللي بيتم للدول الثانية مشهود ومعروف، وكل يوم الشرطة بتقبض على الحدود. مثلا الناس الشغالين في الذهب بيشتروا بخمسة أضعاف وستة أضعاف السعر الموجود هنا، لكن لما تعمل لهم السعر الحر بتاع الوقود وتعمل لهم محطات وقود في مناطقهم بتضمن أنه ما حيشتروا تاني، ما حيحصل تهريب، لأنه أصبح سعر الوقود في السودان وفي الدولة المجاورة نفسه. فالسوق نفسه بيعدل نفسه، السوق نفسه بيقدر يصحح بآلياته بتاعت الوفرة وبتاعت المنافسة الحرة، بيقدر بصورة تلقائية. نعم.